انا جيت عندكم وكنهضر ولقيت معاك خوك قلت لك انا راه عندي العاشق نقز خوك وهو يقول لي ولد الحرام بحال هكا ايوا صافي مني بغيت كناخذ رونديفو باش نجي عندك كيقولوا لي المهم كاين غير الاخ كاين الاخ وانا نترجيت جيت داك النهار حسيت حاجه قدام بحال غادي نغيب ودغيا طق بحال كنشد فراسي انايا غير السؤال مطروح نعم السؤال هو انك كنتي قررتي تجي باش حلمتي حلمتيني شنو شفتي في الرؤيا؟ شفت بان هذا بحال هكا شفتك جات عندي مرا بحال عايشه دارت لي بحال غاتجي تسلم عليا وانا جالسه عندكم انتوما وكنشوفك بان وسعتي هاد بحال مشيتي لواحد البلاصه كبيره وبديتي تحطي الكراسه وكتحط هذا بحال وسعتي يعني مركز كبير مركز كبير ما شاء الله يعني ماشي المهم وسع داك الشيء وكتحط الكراسه وهذيك وانتوما واقفين بعاد جات عائشه حزمتني ب هكا بحال زيوفه مربوطين بالالوان ايوا صافي وانا وهي تمشي جهتكم بديتو كضربوا فيها بحال هي مغطيه بحال بديتو كضربوا فيها بحال عريتوها وانا حيد داك السيف من ديك الايام دابا شي 3 شهور 4 شهور كنشي يدي من غير نفوخه ما ايوا فهمت ما شاء الله خير رؤي خير هي كنشوف عاوتاني بحال شي حد كيجي هذا اللي كيجي في منامي حيت انا فايت بحال طحت في المنام خرج من عندي شي واحد مره حلمت في كرون حيدتو من هنايا مره خرج واحد وهذاك اللي خرج بحال كيجي كيلقيني جا هو كيقول ليه عائشه طلعي كتقول ليه انت خرجتي بعد مني انايا خرجاش شويه كتقول ليه ميمون بحال كطلع وطلعت سميره ايوا صافي طيب السؤال اللي غنسالك الان اسمعني واش انت ملي كنتي صغيره كنتي مريضه؟ وقيل انا حسيت بشي حاجه بان من صغري عندي ولكن انا عمرني ما طحت عمرني كنت دائما مريضه. طيب السؤال واش من صغرك احيانا كنتي تحلمي شي احلام كتوقع؟ طيب وانا كتحسي ان مثلا ناس لا اذاوك ولا شي حاجه كتوقع لهم شي حاجه؟ شي حاجه طيب انا نشرح لك شنو كاين. احيانا الانسان ما كيكونش عنده جن بداخله احيانا اللي شرحت البارح للاخوات نفس الحاله في الرقيه الجماعيه احيانا يكون جن موكل يعني يحب بدن يحب جسد معين فهمتي مثلا سواء الام ديالك او الاب ديالك يقدر يكون هو مصاب اصلا من قديم. انا عندي بين انا والوالده ديالي هك كانت فاهموش في الهضره. طيب يكون الام مثلا او واحد من العائله مصاب ومساله البغض بين الابن والام سواء يقدر يكون بغض ويقدر يكون حب انا اشرح لك كيفاش. وعندي سمح لي انا واحد خويا كبر مني انا وياه من الصغر بحال نمشي مع الفار ما كنتلاقاوش ولا تلاقينا كاينو مشاكل الغوات. ايوا ما نوضح لك باش غير باش عقلك يفهم باش تكوني عارفه اش ما عندك حيت لبعض الناس كيستشكل عليهم هذا الامر وكيبقاو دايخين وخاصه ملي كيحلم الحلم وكيوقع كيولي عندهم مشكل وخاصه شيء اخر وهو انه كيكون محبوب عند الناس لكن غير موفق فهميني مزيان ولكن كتكون الحب ليس حب ايجابي بمعنى ماشي حب ديال الخير الا كان شي حاجه خايبه يكون فديال الشر كيوقف غنوضح لك كيفاش. المهم كتكون في الاول هذا الاشكال غالبا يكون عند الناس عن اثر تعرضهم لاستحواذ جني كيف جن والجنيه سواء امراه او رجل يكون هذا الشيء من الصغر فهمتي من الصغر يعني من الصغر منذ الصغر الجني سواء كان في البيت عمر البيت او شاف ذاك المولود عجبه او كان مع الام مثلا او الاب. حيت انا الوحيده في خوتي اللي ما رضعتش من بزولو انا الوحيده في خوتي انا تبارك الله تسعود صحيح. النفس مزيان تعود النفوس أيوة. انا الوسطانيه أيوة. خمسة زعما انا انا الوحيده اللي بقيت شهر كنا كنقول لكم قولوا انا بقيت شهر في المدرسه وحده ما شاء الله كلهم قراو. طيب انت الان كتجاوبين معنا شنو كتعرفوا ما رضعتش معاهم ما رضعتيش قالت لي شي شويه ولكن قليل. ما رضعت لها بزولتها ايوا تدري لي ما عرفتي علاش لان هناك شيء هناك فرض مثلا جنيه مثلا هي اللي كتقولي عيشه كتحلمي بها هل عايشه يلا مع الرقيه كتبان لك كتجلى كتظهر الحقائق الان في الملامح كتعبر فمثلا منذ الصغر
إذا سألتي الأم زعما تقول لك هادشي ربما كاين. لكن نسات بحال نساتني أنايا كتهضر على خويا كبر مني ولكن أنا بحال ما كنتش. أيوا نحكي لك أنا هادشي كنحكي لك من خلال تجارب كثيرة وهذا راه يكون عندك تحت أنت إن شاء الله. هو مسألة أنا ملي كتكوني صغيرة مثلا هذيك الجنية مثلا كتكون هي في البيوت في كل مكان فكتشوف كنتي مثلا اختارتك حتى تستحوذ بك وتبقي ديالها ما تبغيش حتى الأم تشارك في الرضاعة ديالها فتعطل عليها الرضاعة بأي سبب من الأسباب واش أنا قلت قبل ما تقول لي المشكل حتى أن من الأم مثلا بكثرة الأبناء كتحمل أبنائها دابا إلا سولتي أمك تقول لك أنا أنت بالضبط ما كنتش كل داك الاهتمام الكبير كتلقى أنك كنتي عايشة وغادا في النمو عادي بدون أن الأم تتعمر بالها معاك لأن فعلا شغل لأن فعلا هناك من كان يشغل بالها عليك باش ما تبقاش تفكر فيك لأن هناك من اللي كان بحال كيربيك معاها كيسكتك يعطيك ترضعي مثلا كذا كذا ومن الصغر كيخليك يربيك مثلا المرأة عايشة مثلا هذا موجود عند الناس فالإهمال ديال الأم من الصغر هو السبب فكتكون الأم كتشغل على الإبنة فإذا بها كتجي الجنية مثلا كتولي تأخذ الإبنة ترضعها تسكتها كذا كذا كتربيها كيولي مسألة أخرى وشنا هي هو أن الجنية كتولي كتحافظ على هذا المولود هو أنت مثلا كتحافظ عليه اش كدير ليه يعني أي واحد يبغي يأذيه من قريب أو من بعيد كيتأذى أي واحد يبغي ليه الشر غيوقع ليه مشكل شي حاجة درتها في خطرات كتبان لها في رؤية شي حاجة ربما غتوقع هي ماشي غيب هذا عند التفصيل ماشي غيب هذا شي حاجة غتوقع قدرها الله أنها توقع كتبينها لها مثلا أو هي تعرف الناس تكلموا عليها بالشر وبالسوء كتجسس عليهم كتعطيها الأخبار تقول لها احصدي من كذا أو كذا هذه العلامات هي الإنسان ما كيفهمش كيقول لك أنا مش واقع ليا هذه هي الحقيقة اللي موجودة فهذه الحالة هذه لا تخلو من أمرين اثنين ملي كتأكد منها إما أنها تكون فعلا مع تعشق البدن وكتحبه ومربياه ومعه دائما معه يصرع الإنسان وتتكلم عائشة أو غيرها وتقول أنا فعلا ربيتها نبغيها كذا كذا وحبي لها هو اللي كيمنعني أنها تزوج وأنها ما بغيش يشاركها راجل خور يعذبها ما يستاهلوهاش ما يستحقوهاش أو كذا أو إذا رأت أن مثلا تقدر هي فعلا تشوف أن شي زوج بغيت تزوج بها كتجسس عليه تعرفوا أنه غير صالح لها تقدر تعطل لها الزواج هذا شيء موجود فهمتي ولا لا حتى في العمل تقول لك أنا مبغيهاش تربت تمرة مبغيهاش كذا مبغيهاش كذا مبغيهاش كذا أيوة هكذا يكون هو مبدأ كتعطيك واحد المهم أنا أقول لك المسألة كيفاش وأحيانا قد تكون لا تكون في الجسد ما تكونش في الجسم ولهذا الإنسان قد يذهب عند الراقي ويقول لك هذه الأعراض كينة 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 كل شيء هذا الشيء كين ولكن لا أصرع لا أشعر بشيء في الركية الشرعية يشعر فقط بعلامة مس خفيف شيء ما معاش في الجسد أو لا وربما يكون يعني خارج الجسد خارج الجسد هذه واردة علاش كتكون هاد الجنية مثلا هي كتجي معها فين ما كانت تراقبها من بعيد تقدر تكون مسلمة تخليها تصلي أنا فاش كنكون خارجة دائما كتكون واحد أما نحلة غادا معايا أو لا دبانة كبيرة ديما كتشوفي هادشي دائما طيب جيد انت الان عطيتينا دليله هذه ماشي دائما عند الناس ولكن هي عندك يعني شيء ملموس كتشوفي ان شي حاجه غدا معك طيب هذا الشيء اللي كيكون في المعيه ديالك معك يعني يلازمك هو هذا الاكس اللي احنا كنتكلموا عليه فهو واضح فكتشوفي هذا الشيء انها مرافقاك بمعنى انها كانها الظل ديالك يعني ملازمك كانها ملازمه ابنه بنتها اي صح ملازمة بنتها تخاف عليها تحفظها كذا كذا وقد تكون مسألة أخرى أنها ما تجيش دائما مع الإنسان مش معها دائما ولكن أحيانا تجي عنده أحيانا كتجي باش تراقب واش فيه صحة واش ذاك الإنسان اللي معاه مثلا راه مزيان واش أمورها ميسرة ولا لا واش شي حاجة كتحزنها ولا لا فملي كتبين لها بعض الحقائق كتعطيها لي كإشارات في المنام كتقول لي احتاطي مثلا راه يوقع كذا وكذا او راه يحصل كذا وكذا او لا كذا وكذا فهمتي هذه كاشارات والانسان ربما يقول لك انا فيا شي حاجه في الداخل ديالي او لا ربما وقع لي كذا حتى الانسان كيولي كيعرف كي الحلم ديالو كيولي راه مادام شتها راه غتحقق مثلا دقت واحد النهار بكل هضره انا غير كذبت الله يسمح لي فيها باش ما يبقاش مبرطيني دازت عامين وقعت داك الشيء اللي قلتو انا نقول لك علاش لان شوف لدرجه الحب اللي كي
كيولي يغلف قلب هذا الانسان الجنيه اللي كتحب هذا الانسان، فهي كتولي حتى الاشياء اللي كيتكلم بها ولو يتكلم بها غير هكذاك غير من فمه كيبغي يحققها باش يرضيه. فهمتي واش فهمتي ولا فهمتيش؟ يعني بمعنى المهم حنا عرفنا هذا الشيء غير باختصار. اشنو هو العلاج باش نعرفه؟ العلاج سهل جدا، العلاج هو الموعظة، كأنك تخاطب إنسان حي بعقل وبوجدان، ماشي تجي دير الرقية وترقى وتمشي. أنت لسه ماشي فيك مشكل في الداخل ديالك باش نقولوا غنخرجوه هذه، إلا إذا تبين على أنها هي مخاطبة في الجسم كنتكلم معها مباشرة كتسمعنا عرفناها في الجسد. أما إذا تبين غير موجود فهناك علاج آخر، وهو أن الإنسان هذا ماشي يقتصر على سماع الموعظة بنفسه، خصو يسمع اللي معاه، وأغلب الأحيان يكون معاه في بيت أو يأتيه إلى البيت. قد تكوني ناعسة وتجي تشوفك هي فقط من باب الحب أنها تبغي تشوفك. أيوه تقدر أنا نتكلم معك من باب أي تقدر تكون أنت نايمة ناعسة وأهل البيت كلهم ناعسين وهي فقط تأتي من أجل أنها غير تشوفك غير من بعيد. لا حب هذا كأنه أم، وقد يصير عشق حتى الجنية تعشق إنسية، ففقط يعني تشوف وتطالع فيك وتحن عليك، وقد أحيانا تشعر كأن شيء يمسك أو يقرب منك وهي، والإنسان يقول لا ربما عندي عاشق أو كذا. قد تكون جنية هي تفعل هذا الفعل لأنها ربت وكتحس أنها جزء منها، وقد تكون أن هذا الإنسان بكثرة أنه ما يسمع للمواعظ وبدك يدير العلاج والرقية هي بدأت كتعرف أن هذا الإنسان ظالمه سنين وأنا عذبته وضميرك يعذبها، فهي كتبتعد ولكن حبها كيخليها ترجع مرة فقط تشوف شنو واقع شنو حاصل مع هذا الإنسان هذه، بتقول لك أنا بغيت غير الخير ولو ما تقولش لها. وقد أحيان تبان لها أو تبان لي أعدائها، أحيان أعدائها تبان لهم وهي كتدفع عليها من بعيد، ما غاديش يمشي للعدو ديالك ويجي عندك يقول لك أنا حلمت بك جات جنية وقالت لي مثلا لا ظلمتيها غنمضي لك، لكن تأتي إلى العدو لأنها تعرفه باغي يدبر ليها لأنها كتبغي تحافظ عليها، فتجي في المنام وتقول لي مثلا إذا كنتي باغي بها سوء راه غنفعل لك وندير لك، أو تقول لك المرأة هذاك الشيء اللي درتي ليها ما غيدوش لك بخير أو كذا وكذا. فيصبح الناس إما أنهم يعطيوها قيمة كبيرة ويخافوا منها، إما يهابونها أو يخافون منها. هادشي بغيت نقول إما كيف بحال هكا بحال الناس بحال هكا خايفين مني كيفو هذيك تقدر دير شي حاجه مثلا بحال اش شي حاجه العريسات او شي حاجه بحال هكا خايفين محتاطين مني انا ماشي يحتاطوا. اقول لك شيء، انت اذا جلستي مع نفسك او صالحتك الام ديالك او الاخواتك سوف يقول لك ان نظراتك غير طبيعيه صح؟ هذا شيء بحرق كبير، ميمكنش حنا نشرح لك كل شيء لان الوقت يبدا يهمنا، اما هو كاين بزاف المعلومات نعطيهم لك. اول شيء كتجعل تركيبتك غير عاديه، وتجعل انت في النفس ديالك شيء غير عادي لان ربتك، لان كل واحد ياخذ من التربيه اللي تربى فيها. اذا ربتك ام يعني عندها صرامه تطلع فيك الصرامه، فيها تقوى تطلع تقوى، حياء فيها حياء، فيها تخرج عينها تخرج عينك، مساله معروفه هذه صح ولا لا؟ كذلك نفس الشيء كتشربوا الانسيه التي يعني تربت عن طريق الجنيه، فقد تزرع فيها يعني روح قوه الشخصيه، تزرع فيها الكبر التعالي على الناس وان كل يطالع فيها وينظر اليها وانها ما تستسلمش فيكون الفوق وانها، فتصير عندها تزاحم وتضارب وتضاد بين الحياه الانسيه وشخصيه الجنيه. هذا شيء بحر كبير، لكن العلاج المهم باش ما نطولش معك، العلاج هو ان في البيت لابد انك ولو انت نايمه انك تسمعين الرقيه تبقى شاعله، ولكن ماشي رقيه قران فقط، الرقيه التي اذا اتت هزت مسامعها بمعنى يكون فيها المواعظ بحال الكلام اللي كنقول، يعني تسمع ان حيت هي ما فهماش معك بحال كثير من المسلمين قد تكون مسلمه وكي ما فهمش دي الاصول ديالو، فملي كتبدا تسمع هذيك المجوج وكان فيها خير فهي كتجلس كتسمع وكتبدا تفهم مزيان
هي انا فعلا ربيتها، ولكن التربيه اللي ربيتها ما عنديش حق اني نتسلط عليها، اني نتحكم فيها، اني نعطل عليها الخيرات. انا فعلا كنبعد عليها الشر، انا فعلا كنبين ليها ان غيكون عندك مستقبل، غتكون عندك الخير، عندك كذا، ولكن ما عنديش حق اني نقرب لها اللي بغيت ونبعد عليها اللي بغيت. راه احيانا يكون هذا الفكر وهذا الفهم احيانا عند الجنيات. هي تقول لك لا، بحال الام اذا كانت يعني الام، احيانا الامهات من الانس تقول لهم البنتها هذا خاصك ما تبقايش معاه مثلا، رايت فيه كذا، ولا كانت الابنه مسكينه ما عندها لا حول ولا قوه، غادي تسمع قد تطلقها، قد تخلق لها مشاكل، قد تبعده عن زوج، قال لي بقيت النهار الاولي وتلمش تلقى في دارك كذا. نفس الامر عند الجنيات، لكن يكون فيه خفاء. علاش؟ لانك كتحس ان هذيك بضاعه ديالها، ما تحكمش في خواتها الاخرين، ولكن تحكم فقط في هذه النقطه هذه. علاش؟ لانك تقول هذه انا ربيت ورضعت، انا ربيتها ورضعتها. شحال من مره تقول لي الجنيه أما كانت كتغفل عليها وتبقى طيب، وانا اللي كنت كنسهر عليها وانا كنت كنسكتها، وما كاع ما كتعرف ربيتها مع ولادي. تقول لي هكذا انا دراري صغار زياده كيسكتوا شويه ديالهم ومنين تنهزو تيسكتوا. طيب جيد ما شاء الله. فرنسي عنده بنت خويا شهرين دابا، الدريه كتفوت ليه النهار، شهرين ما شديتهاش، حلمت بان المهم شي حلم هكا، فين ما كنبقى نشدها اما كنطيح كنطيح لي، كنحلم بحال هكا شي حد، بحال مشيت عند الطبيب داكشي الطبيب قال لي بان جات لا مينوبوز صافي، مع عمرك ما غتولدي، مع عمرك هادي، المهم راه شحال السن ديالك؟ شحال السن ديالك؟ سنك شحال؟ 40. لا ماشي ما شاء الله مازال حال 42. هاد 10 سنين قلت لك تخبط بين الاطباء وهذا، وعندي واحد النص ديالي دابا ولدت بحال شي مرا كبيره شابه، بحال شي مرا كنحس براسي شابه، ما تقدرش نوض دغيا. دابا هاد النص ديالي كله تيطيح عليا، مريض ماشي هذا بين الدواء هادي. المهم هاد بنت خويا فين ما كنبغي نهزها كنمرض، ولا كنمخلاش نهزها. مؤخرا جعلت لينا بالدار، بنت عندها شهرين ما سميتو، حدي قلت ليهم اروها ليا وخرجوا من البيت، خرجوا بقيت كنأذن ليها في ودنيها كأنني جمدتها. اي جمدتها. طيب انا اوصيك بشيء، ما دام كان هذه الاشاره اللي قلتي دابا فهذه فيها خير، على ان الامور يعني تميل الى الدين، يعني فيها دين يعني بالاذان. انا من الناس اللي كيصلوا وكيقراوا ما شاء الله. خلاص، لان احيانا اقول لك حتى الناس اللي كيحلموا بالاحلام وكتوقع لهم اللي قلتنا، والناس اللي كيوقع لهم هذه الاشياء، حتى مساله التعبد، المسائل التعبديه لها علاقه بنوع الجن المتسلط. فهمتي كلامي؟ نشرح لك مزيان. مثلا اذا كانت المراه عندها هذه الاحلام وكتحقق، وعندها مثلا الناس يخافوا منها، وعندها الظلمه شي واحد كيوقع ليه ولا دعات عليه كيوقع المشكل، كنجيو لمساله اخرى وهي جانب التعبدي عندها. فهمني مزيان، الجانب التعبدي بمعنى جانب الطاعه والعباده. اذا كانت هي في جانب التقوى وجانب العباده، خاص غتعرف ان اللي معها راهم مزيانين، حينها يرشدون الى شيء. اذا كل علاج عنده ما يوافقه. طيب احنا نتكلموا في الجانب الشق الاول، عنده ما يناسبه. مثلا اذا كانت تحب الصلاه والذكر وكتحب انها تبقى تسمع القران، سبحان الله، باغا تمشي للخيريات، باغا دير فعل الخير، المسائل التطوعيه كتلقى عندها واحد القوه في هذا الجانب، وشي حاجه كتدفعها، صار هذا الشيء اللي عندها راه مزيان. ما كنقولوش مزيان انه يبقى معاها، ولكن غير كنبين النوع ديال النوع اللي عندها، فهذا مزيان جيد. لكن الاشكال هو لو كانت كتلقى راسها كل ما صلت صلاه تبعد يوم يومين شهر وما تصليش، ماشي مشكل، ما تذكرش الله ماشي مشكل، ما عندهاش اقبال على القران، ما باغاش تفهم، باغاش تقرا، ما باغاش كذا، هذه الامور لو كانت تعرف على ان اللي عندها راهم، وان كانوا يساعدونها كيساعدوا غير قبل نفوسهم، لكن جانب الديني ما عندهاش. وقد ترى ان نفسها يعني عندها بحال تمشي للجانب القران، بحال تمشي لجانب الشعوذه، كاين اللي كتمشي للكارطة، تمشي للرمله، تمشي للدون، تمشي ل كنقرا القران، غادي كنقرا في طريق القران، كنقول الله يسمح لي اشنو الطريق اللي غنشد من فهم، شنو ما عرفتش، شنو ما كنقصد. طيب واحيانا هو طيب جيد راه نفس الاحكام على الانس، وكيف ما قلتي احيانا الانسان يمشي يدير للدون مثلا ويتصنت للقران ويقول يا ربي تسمح لي، وباغي يوصل لواحد الغايه، حينها كيكون المساله
مسألة عندها علاقة حتى بالنفس ديال الإنسان، السلوك ديال النفس ديال الإنسان، هو مقدم على الخير وباغي الله عز وجل وفي نفس الوقت باغي يمشي الأمور الشركية، يعني ما كيقولش هو شرك، يقول راه كيعطي للنفس واحد كيحللها بواحد الجهة تبرير. أيوة هذا الشيء اللي كاين. سمعني أنا المرأة اللي كنت تقول ما الله يرحمها كل ما ماتت غنبقى تبقى جراني دهياني. شكون هاد المرأة؟ واحد السيدة كانت تدير الدول، حضرت معاها في شعبان، حضرت معاها لدرجة وليت أنا لا جلست هي، يعني لا كانت شي وحدة فيها لا غير ما كتدخلش عندها، أنا اللي كانت فيه ما كندخل عندها. واحد الخطرة سالت الدول وكل شيء وتقول لي أجي ديري لي أنت الدول. الله لحظة، أنا أقول لكم النقطة مهمة قلتها الآن ونشرحها لك باش تفهمي. أنت كتمشي عند السيدة كدير لك اللدون، تهمي مزيان، وملي سالت من اللدون قالت لك مع أن في من الطقوس ديالها اللي عند هذا الحيض ما كتدخلش، ولكن أنت كتدخلك. ها الأولى نقطة لاحظي معايا، أنت كتدخلك. النقطة الثانية هي ملي دارت لك اللدون ولا تقول لك أنت ديري اللدون، تعرفي علاش؟ لأنها أصبحت تعلم أن معك سر، فهمتيها ولا لا؟ أصبحت تعلم أن معك سر. وهذا السر هي عارفة علاش قالت ديري للدون، لأن هذا السر فعلا أنت إلا تكون ما ماتش ديك السيدة قدر الله أنها ماتت كنتي أنت غتولي ديري للدون، أنت غتولي ديري للدون، فهمتي؟ ماشي مني ما تتوقعوا لي، بغيت نبعد وما عرفتش كيفاش نبعد، ولكن جا خلق راجلها واحد المشكله صافي وانا نحبس رجليا، ويت كنقول واقيلا هما حلفوا عليا بحال دوك الناس اللي كيجيو عندها وكيطيحوا وداكشي، بحال يحلفوا عليا انا غير جاتني الخبر داكشي، وانا نقول لنا ربي دار لي سبب، انا باغي نحيد ولكن ما عرفتش، ولكن ربي دار لي سبب. وعندي واحد صاحبتي اخرى كنتلاقى مع الناس هذوك يعجبهم، الناس اللي كيكون فيهم هذا الشيء كيطيحوا داكشي، لقيت راسي انا كنعجبهم. وحده صاحبتي راه سبع سنين شداني ما عرفتش كيفاش نتفك منها، بغيت نتفك ما عرفتش كيفاش. فاش شدك؟ فاش مجا جاي كتجي عندي تلصقني نمشي معها نخرج معها، لدرجه انا وليت نخرج معها للبلايص مزيانينش، نسهروا هذا سهروا. المهم انا ما كندير حتى شي حاجه هكا، ولكن هي باغاني انا نكون معاها بحال كتبان انا نقول لك شنو كدير، نقول لك وسميها مزيان. نعم في الاخر ويدخل واحد النهار مني عقدت بها مشيت عند واحد السيد هو يقول لي راه عندك اربعه، جيت وانا نقول لها علاش انت عارفاني وما هي كتعرفها زعما عارفه هي عارفه شنو عندي، وهي تقول لي عندك غير واحد وانا عجبني ماشي عارف. كنقول لك شنو كاين، نقول لك مساله مهمه جدا نشرحها لك باش تفهمي مزيان. الانسان اللي كيكون مريض خاصة مريض كتكون عنده واحد طاقة كيعرف بها المريض الآخر، فهمي مزيان، وخاصة الإنسان اللي يكون مريض ومرضه اللي عنده الجن له علاقة بشيء معين مثل الشهوات والملذات والسهر وهذه الأشياء هذه، لأنها هي تعلم من خلال النظر على أن ما السر الذي أعطاتك مثلا الجنية يجعل الناس من نظراتك أنهم يغرمون أو يعني يولون متعلقين، فهمي مزيان كلامي شرحك مزيان، لأن الجن لهم قدرة على هذا، تكون نظرة غير طبيعية غير عادية لغاية ما هي ربما تراها من باب أنها تودعك سر وهو القبول مع الناس، فهمتي ولا لا؟ دابا انا نقول لك لكن لا، اذا جلستي مع نفسك بينك وبين نفسك غتلقاي ان هذا ان هي تورطك بنظرات وتورطك بمشاكل مع الناس. انا نقول لك الحقيقه ولا واخا تخفي عليا انت، انا نقول لك المهم وهذه انا جايه كنقول بحال غنمشي عند طبيب. انا نقول لك الحقيقه باش انا طبعي هذا باش نوضح لك الصوره، عاد باش نشوفوا العلاج صح ولا لا؟ هذه ولا بد هذا الشيء باش الانسان ما يبقاش دايخ لا عندي عندي عندي، خصو يوقف مع نفسه بعدا ويعرف. ولهذا هي ديك الملاهي ديك ماشي نقولوش الملاهي، عندك غير السهرات الليليه، ما الغايه من السهرات وانت اصلا ما غتقومش بشي حاجه حرام، لانك انت هي الاداه التي بها سوف تاخذ ما اردت، فهمتيني؟ وصلك الميساج؟ هادشي اللي كاين. طيب من هنا غادي نوصل للمساله، ان انت كانسانه عندك مشكل في ذاتك، هو ان اشياء الخير ما تجرش ليك ولكن اشياء الشر تجيك،
وانك انت كاين شي واحد شي طاقه كتحوم حولك او لا كتجيك بين الفينه الاخرى باغا تحفظك لنفسها ماشي لك، تحفظك لنفسها وتبقى ما تريد هي، فهمتي ولا لا؟ وان كان على حسابك على حسابك انت، بمعنى ان ما يكونش الزوج ما يشاركهاش، ما يكونش الابناء، ما يكونش التفوق في العمل، ما تكونش تشوفك خدامه خصك ما تشوفك في حله زوينه وكذا وكذا، تعطيك اهتمام بالجسم ديالك بالبدن ديالك تخرج الضوي، ولكن ما يكونش في الامور حاليا ولا اهمال. طيب، ولهذا انا اوصيك اختي اول شيء نرجع هو البيت، الرقيه تكون بشكل متواصل. اه ايوه شفتك واحد النهار انا وليت تم شي هادي 3 شهور ايوا ما كنتفرجش حتى حاجه شاده البيسي حدايا. نعم. وبورطابل. نعم. تنتفرج فيه جيد. كنشوف دابا في الليل كنشد البورطابل كندير فيديو ديالك وكندير صوره البورطابل الاخر فيه صوره يوسف كنطلقها. جيد. ودايره في ديك التوك كنتسنط جيد، لكن هذا شيء جيد، لكن اسمح لي بس كنرش الدار. جيد ما شاء الله. هبطت طحت مشى ليا هذا النص كله. ملي كنت كترشي وليت ملي كنرش تقيل عليا اليدين. واه سبحان الله. مني سمح لي حيت بزاف الهضره ولكن غادي اختصار. كنت جيت واحد النهار لقيتك الرقيه هي اول خطره كنعرف راسي بان راه حتى حد ما طيحني ولا شي حد قال لي شي حاجه ولا شنو. قلت لي نديرو بحال هكا وانا كنردو عليك. حسيت بهاد اليد ماشي هي هذه. كتهز بشويه ولكن انا كنتحكم في راسي. ايوا فهمتك. نعم. انا ملي مشيت للدار بقيت داك سميتو قلت انا ما يمكنليش نجي رقيه جماعيه. نعم. ما حتى شي حاجه ماشي مشكل. نط بديت كنطلق في الدار هذا وكنجلس بوحدو كندير بحال هكا كنجلس كندير بحال هكا في القنخات كنقول غنجرب راسي واش غادي يطرى شي حاجه ولا شنو. هادي عمرها ما كانت عندي. ملي بديت كنسمع اول خطره كانت صوره النور. هي ديال النور. ايوا هاد اليد بدات كتهز بوحدها ولكن بامكاني نهبطها. ايوا ولكن انتي خليتيها تشوفك تلقائي. بحال هكا كنشوف كنجرب راسي. المره الاخر مني بديت ولات اليمنى كتهز كدير ليا كاع الحركات. انا ما عارفاش هذوك الحركات ولكن كنقول نقدر نهبطها شويه كنقول لا خليني نشوف اشنو كندير. مني بديت كنت نقلب فين ما كنلقى شي بحال انا حلمت بان ولات عندك شي حاجه كبيره وداكشي لقيت الفيديو ديالك داير بان عندك واحد ما شاء الله ما شاء الله خير ان شاء الله. كنفرح بحال هكا ان شاء الله. طيب شي شويه وليت هاد مؤخرا جوج سيمانات جيت كنقول لا ما نسمع حتى شي حاجه حيت واخا نمشي عنده ما غاديش بحال كنسمع فيديو. فهمت فهمتي. دابا راه هضروا لي جديد وكنت بغيت نخرج وقالوا لي ما تخرجيش بقاي. المهم بديت هاد اليد كتهز كدير حركات كدير حركه كاع جميع الحركات دارتهم وانا ما عارفاهمش. مره واحده شفت القوه. ايوه كاينه ثانيه غتكون القوه وغيكون هذا التفريق هكذا وهكذا. ايوه جيت لقيتو ثاني كنقلب فيديو لقيت واحد الفيديو ديال خاص بالحركات ديال الحركات لقيتهم كلهم كاينين. ايوه ايوه لا. اي نعم هي الان صارت تعطيك هي صار نقولك شنو سمعيني مزيان كلامك وفق الكلام اللي قلت. علاش هي ملي عرفتك تبغى تعرفي تشخصي حالتك شخصها لك عن طريق السماع. ملي سمعتي انت اي صوره الرقيه الشرعيه بس هي كتعطيك الحركات بالاصابع والانف لكن للاسف انت ما عرفتيش تجاوبي مع هذيك الحركات. هاك دابا هاد الايام هاك دابا ملي اللي كنطلق واحد الرقيه كنبقى نشوف الحركات كنبقى نشوف دابا ولات هاكا بزاف كاينه هاكا تفريق ها كاينه هاكا اي بلاش خو الشيطان هاكا هي هي تفريق كلي هي كاينه هاكا بالجهد اي عين عين كثيره تعطيل هذيك الاسفل هي كفر هك كيهبط هك كثير شيطان كاينه هك قوه اتحاد فعلا انا قطعت فراني مابقيتش فهمت الحركات كلها فهمتها خير ان شاء الله. دابا اخر حاجه هذا شهرين باش من يرتي كنعرفك وداك الشيء وليت كنتسنط لك. ايوه ايوه عندنا واحد الشركه ديال الاشهار حدانا. ايوه انا ساكنه في شارع غادي ريفيرا. عارف ريفيرا؟ نعرف دوك البلايص عرفتي دوك الديور حدا كلينيك ريفيرا كلينيك كلينيك ريفيرا اي كنعرف كل العمارات دوك الديور. هي تما انا فين ساكنه جاو واحد هذه 5 سنين عندنا واحد الاشهار تصوروا حداه داروا المهم كل شيء. انا ملي شفت هاد الحركات واحد النهار انا الكوزينه شارجو ديال الكوزينه انقص مع داك الاشهار طابور
داك الصور لقيتها شنو في داك الرسم؟ شيطان، رسم شيطاني ماسوني هكا ماسوني وهكا نط فيا ما حتىش وليت كنقول انا مني كنشوف فيها راه كنقويهم انت وليت كنقدر كنقول لهم لا داك هذاك خاصو يتحيى داك ولا الشركه خاصها تمسح داك الشيء وليت هابطه الدراري كنتلاقى معاهم كنقول لهم اجي نقول لكم شتو فاهمين الدراسة اللي كنتو كتصوروا حدا وهذه 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 شي فارش تما الدراري عندنا كنتو وحيد فهمت انا عارفه هما قالوا لي صافي خلي داك الشيء هذا قلت لهم لا انا غادي نجمع الرجال اللي كانوا دايرين جمعيه في هذا السيكتور غادي نقول لهم بان هادو شفتو ما كتصليو زعما حاجه داك الشيء ما عارفينش هاد الصور هكا ودنين كبار داك الشيء باين بان الصور عملت الشيطانه بليكولوغ ما سميتو انا مني بديت كندير هاد بحال بلبله هادي 15 يوم جا دري جابو دري هذا وبلس كيدير الرسم دار راسو واحد امريكاني سمر داكشي مشهور هبط انا عاد شفتو هبط كنجري درت الدوره بحال انا جايه قلت له شنو كديره وانا ما كنهضر مع حتى حد تماك كلشي كيعرفني انا اخت فلان ولكن انا ما كنهضر مع حتى حد جرات مشيت عندو قلت له اش كديره دار ديال 25 عام 24 عام قال لي اش رسم هذا سميتو صافي قلت لهم ماشي نقول لكم واش عارفين هذا الرسم هنا شنو كيعني واحد لقد ويقول لي الماسونيه ايوا قلت له انت مادي عارف هادشي عندك دير شي حاجه من هادشي قال لي لا حنا ولاد الرجويين جينا نديرو هنا رسم وهادي وهادي بحال اللي جبتهم انا وقلت لهم ديروا هادشي داز سيمانه هبطت لقيتهم دايرين واحد العين ودايرين بحال هكا قوة تحاول تقوى وي قلت بحال ضربت كل شيء في زيرو انا بحال نوضت الدراري درت لهم بالباله بحال انا مادام قلت هذاك الصور خاصهم يتحيدوا جاو وكل بعو تاني في غير صورة مني هبطت وانا ما لقيتش الدراري لقيتها واحد الدراري وانا نقول لي علاش حيت كيغبروا الدراري قلت لهم علاش انا وصلتكم داك النهار وانتم قال لي لا هذا عار رموز وهادي وهادي قال لي وراه داك اللي جا كيرسم قال لي راه بغا يدير شي حاجه ديال الماسونيه راه ديك واحد الكراجات ايوا في البيبان وانا نقول غادي نبدا نضرب معاهم توقع لي شي حاجه ولا هذا اللهم نبعد وصورت لك هذا الشيء خليت من بعد نشوفوه ونديروا ان شاء الله دابا الامور واضحه فهمتي دابا الاشكال اللي كاين انا خدنا واحد النظره شكمولية على الحاله اللي عندك انك انت معرضه لها منذ الصغر وتعطيل تام في كل شيء فهمت بحال انا معزول على خوتي كل شيء كتبان لك وانا كنعاونهم كنهز بهم وانا كنشوف راسي كنرجع ايوا كانت عندي واحد الهيبه طيب خير ان شاء الله تعالى